يلا بسم الله الرحمن الرحيم ومرحبا بكم طلابنا طلاب صف الثالث الأعزاء. أيني عدنا إنشاء الوحدة الخامسة. إنشاء الوحدة الخامسة راح نشرحها إن شاء الله ونشوف عن شنو يحكي. طبعا هو يحكي لنا عن البرنامج التلفزيوني. أوكي بالوزاري يجي ويقول لك write about a TV program، اكتب لي عن برنامج تلفزيوني. أوكي هاي مو ياها. You watched last night، أنت شاهدت الليلة الماضي. So, راح نحكي عن هذا البرنامج التلفزيوني، هذا إنشاء قصير راح أقرأ بصورة بسيطة حتى تقدر حتى لو تقدر مثل أقرأنه وأنت تكتب من بعد ما تسمع مرة مرتين وثلاثة، لأن بالاستماع راح تضبط الإنشاء. I watched، أو قبل لا أبدي خليك بالكتابة الإنشاء صعب طبعا هو حفظه، اعتبرها مثل طريقة الرد، أنا أرد لك وأنت أكتب. أوكي مرة مرتين السمعة وقف واكتب بعدك وبعدين أنا أرد وأنت أكتب وراي. So I watched a good program last night. I watched، شاهدت برنامج جيد last night، هاي الترجمة وما راح أحاول أترجم كل الكلمات. It was really interesting program، كان برنامج حقا مسلي أو ممتع. About حوله elephants and it was very funny، وكان مضحك جدا. There were some elephants، هناك كانت بعض الفيلة. By a pool، بالقرب من الحوض. And they were very thirsty، كانن عطشات جدا. There was a cameraman filming، كان هناك رجل يعني مصور يصور فيلم. And reporter، وصحفي. Talking to the camera، يتحدث للكاميرا. When one of the elephants pillowed the water in the ear، عندما أحد واحد منهم نفخ الماء، أحد الأفيال نفخ الماء بالهواء. The cameraman and the reporter got very wet، تبللوا بالكامل. هسه راح اعيد قراءته بصوره بطيئه جدا بدون ترجمه حتى تقدر ترد وراي. اوكي اللي يريد يروح منها خليه يروح، واللي يريد ينتظر خليه ينتظر، راح اقراها بصوره بطيئه. I watched a good program last night. It was a really interesting. It was a really interesting. كان ممتع جدا. Program about elephants، حول فيلة. And it was so very also very funny، وكان ممتع. There were some elephants، هنالك بعض الفيلة. By a pool، بالقرب من النهر أو البحيرة. And they were very thirsty، كانوا عطشات جدا. There was a cameraman filming. And reporter talking to the camera. When one of the elephants below، when one of elephants below the water into the ear، the cameraman and the reporter got very wet. اللي هنا انتهى هذا النشاط أو هذا الإنشاء. سمعوا مرة مرتين ثلاثة حتى من تكتب تتذكر الحكي اللي سامعه وتكتبه بالورقة. شكرا، تحياتنا لكم.